مع الجانب الأردني. إلى أي مدى ممكن أن يؤثر رفض مستقبلي لربما أو حتى قرار الحكومة الأردنية الحالي على مستقبل العلاقة مع الأردن وعلى رؤية إسرائيل فيما يتعلق بعلاقاتها السلمية مع الدول العربية؟ لا يجب أن يكون أي تأثير، لأن اتفاق السلام لا يزال سار المفعول، وهذه ليست إلا ملحقات تم تحديدها بتقييدها ل 25 عاما، لذلك فمن الطبيعي كان يتم تجديد هذه الملحقات ل 25 سنة إضافية أو 50 سنة أو 100 سنة. ولكن عندما تكون العلاقات السياسية سيئة، وكما يجب أن نذكر أن العلاقات الاستخباراتية والأمنية جيدة، ولكن عندما تكون العلاقات السياسية سيئة ونتنياهو غير محبوب بالمرة وهو يتباهى ويتبجج بأن كل شيء على خير ما يرام في إسرائيل وأن إسرائيل راضية عن الوضع الحالي، هي لا تزال متجمدة في سنوات التسعين. كان اتفاق أوسلو ولم تتقدم به، والاتفاق مع الأردن بقي على حاله. في ظل هذه الحالة هناك ضغوطات داخلية على الملك عبد الله، ولو كان حرا من هذه الضغوطات بشكل كامل لما كان يوجد لديه مشكلة في تمديد هذه الملحقات. ولكن بما أنه يحق له بحسب اتفاقية السلام تجديد هذه الملحقات بعد 25 عاما وإسرائيل لا تمنحه أي دافع للإبقاء والحفاظ على الحالة كما هي، يحق له فعل ما يريد. يجب أن نذكر أيضا أن المسألة حساسة في الدول العربية، هناك حساسية في الدول العربية لمسألة السيادة والأراضي، في وشهدنا ذلك في حادثة جزيرتي صنافير وطيران السعودية ومصر. اليوم يوجد محاكم دولية، محاكم دستورية، يوجد برلمان، يوجد جمهور ورأي عام، حتى الحاكم الذي يعتبر ملكا يجب أن يأخذ ذلك بعين الحسبان كما حدث في الأردن وفي مصر وفي أماكن أخرى.